دكتور، يعني إلى أي مدى يمكن القول عن أهمية التخطيط؟ هل تصل إلى مرحلة أن تكون من الضروريات الأساسيات؟ والله حاليا أصبح التخطيط ليس ضروري فقط، بل هو من موجبات الحياة الأساسية. فكثيرا ما ترون في حياتنا الدائمة، أو كثيرا من الشباب أو شريحة كبيرة من الفتيات يشتكون من فشل في حياتهم، سواء في الجانب الدراسي أو في جانب الحياة الزوجية أو في جانب الحياة الاجتماعية، وذلك بسبب سوء التخطيط. فالتخطيط الجيد يساعدهم في اختصار الطريق، ويساعدهم في تحقيق أهدافهم بأسرع وقت، ويساعدهم على استغلال أوقاتهم. فلذلك ترون كثيرا من الشباب وكثيرا من الفتيات يتخبطون في الفترة الجامعية أو في فترة المرحلة الجامعية وفي فترة الحياة الزوجية، كلها بسبب سوء التخطيط. لذلك أصبح من الضروري. نعم، يعني نلاحظ كمان في الفترة الأخيرة أنه الشباب دائما يتحدث أنه لا يوجد جديد، أنه كل أيامنا تشبه بعض، أنه عندي طموح لكن ماني عارف كيف أستفيد من هذا الطموح وكيف أبدأ أخطط لتغيير هذا النمط والروتين من الحياة. المفروض الواحد كيف يبدأ يضع خطته في تغيير هذا الروتين وفي الدخول في تحقيق الأهداف؟ هي مسألة التخطيط في حياتنا وتحقيق أهدافنا تنقسم إلى عدة زوايا. أولا جانب ثقافي، لا بد أن نتعلم هذا التخطيط في حياتنا، سواء في المدرسة أو مع الأسرة منذ الصغر، حتى يتم تحقيق الأهداف مبكرا وتعلم التخطيط بشكل سليم. لذلك بعضهم يقول لك ما في جديد، ما في شيء جديد. لا، في شيء جديد، الحياة تتطور وتنتقل الحياة يوما بعد يوم. على سبيل المثال، بسبب سوء التخطيط ترين أو يرون السادة المشاهدون بعض الفتيات أو بعض الشباب في المرحلة الجامعية السنة الأولى في تخصص، بعدين السنة الثانية في تخصص، السنة الثالثة في تخصص، بعد ذلك يتجه به الطريق إلى مثلا الفصل من الجامعة، ويعني ينتهي به المطاف إلى الفشل، ثم يتخبط في الجانب الوظيفي من مرحلة أو من مكان إلى مكان. ففي كل مكان يعني هو ما اكتشف نفسه، ففي كل مكان يعني يدخل والتشاؤم يعني أمامه. نعم، جيد. دكتور، أنت ذكرت أنه يحتاج جانب ثقافي أني أعرف وين بروح، أيضا هناك جانب عملي كيف بروح، في جانب ثالث نفسي، يعني الخطة تحتاج على ما قالوا صملة يا دكتور. يعني كيف يمكن أن الواحد يهيئ نفسه بكافة هالجوانب حتى يصل إلى الهدف الأساسي اللي أنت ذكرت أنه من واجبات الحياة، أنه يكون لديه خطة ملتزم بها وبالتالي تحقيق أهداف؟ أشوف الخطة ممكن تتحقق، في خطط تتحقق يعني بعد سنة أو سنتين، في خطط لا والله طويلة أجل، يعني تحتاج يعني مثلا 10 سنوات أو 15 سنة. فمثلا الآن مثلا الطالب اللي في الثانوية، في مجرد أنه يدخل مثلا المرحلة الثانوية، إذا مثلا أراد أن يكون مسار صحي أو هندسي أو أي كان مسار، لابد أن يحرص على مجموع معين. يعني هذه خطة يعني قصيرة الأجل، نعم، لأنه يدخل الجامعة مسار المعين. لكن من أراد مثلا في خطط يعني تتطلب أن عشرات 10 سنوات أو أقل أو ما يقارب ذلك، مثل إنشاء بيت وتكوين أسرة، يعني هذه يعني تحتاج إلى خطة طويلة أجل. لذلك في مثل ما قلت يعني في جانب نفسي لابد الصبر، وما أضيق العيش ولا فسحة الأمل، لابد أن يسلي نفسه بالصبر وبالأمل، وقبل ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا عن التقبل؟ تقبل فكرة تغيير الهدف أو تغيير الخطة، أنه بعض المرات الواحد يرسم لنفسه فكرة معينة، هدف معين يبغى يوصل لهذا الهدف، ثم الطريق يأخذه أو الأقدار ومشيئة الله تأخذه إلى فكرة أخرى. كيف الواحد يكون مرن في تقبل تغيير الهدف وتغيير الخطة؟ هذه يسمونها من الظروف الطارئة على خطة العمل أو على سير العمل. لابد يعني أحيانا يكون الإنسان يعني مثلا يتجه الى مسار معين وتمشي يعني معه وتواكبها الظروف بشكل صحيح، ولكن يحدث ظرف طارئ او ظرف عرضي يعطل سير العمل. ولعل ذلك اذكر الشيء بالشيء يذكر،
المخترع مهند بوديه المخترع السعودي الشاب، يعني حينما اخترع الغواصه واستقبله انا ذاك الملك عبد الله، ثم صار عليه حادث وكان من تبعاتها انه اصبح كفيفا، ولكن هذا لم يعطله بل واصل انجاز يعني الشيء لا. اللي يكتب في حياه مهند بوديه الله يعطيه الصحه والعافيه انه حقق براءه اختراع وهو يعني سليم النظر، وبعد ان اصبح كفيف حقق مجموعه من براءات الاختراع. فالظروف الطارئه والعاجله لا تستسلم لها، يعني ينبغي ان تكون عند الشباب ثقافه في المرحله الثانويه او في المرحله الجامعيه على اليه التخطيط وعدم الاستسلام والصبر يعني والمثابره والجهد والاجتهاد. طيب دكتور، احنا دائما ما نتحدث عن التخطيط انه هو للتميز، واحد يقول لك والله انا راضي بحالي ولا بيتميز، لكن في جانب اخر التخطيط هو امان حياتي، يعني الحديث عن المشكلات ايضا الناتجه عن عدم التخطيط سواء الامان يعني العملي او حتى المالي او حتى فيما يتعلق بالامان الاجتماعي في اداره الحياه الشخصيه. تفضل. صحيح، احيانا يعني احيانا اشاهد البعض كما تشاهدونهم انتم السادة المشاهدين، احيانا مثلا نضرب على مثال على التخطيط المالي، فبعض الناس يتجه الى رحله سياحيه سواء داخليه او خارجيه، فيفتح الميزانيه الماديه يفتحها، فيذهب ولا يخطط الى سكنه ولا الى اكله ولا الى شربه ولا الى عمليه التسوق، وحينما تنتهي او تنقضي الاجازه ويعود الى مقره الاساسي واسرته الاساسيه، يجد انه يعني محمل باعباء دينيه لا يعني يحتاج الى سنوات حتى يستطيع سدادها. احيانا هنا التخطيط وسوء التدبير يدخل الشباب ويدخل البعض في متاهات لا تحمد عقباها، يعني مطالبات ماليه، سوء مستقبل، سوء تخطيط. فلذلك التخطيط عند الشباب وعند الفتيات اصبح الان نوع يعني نوع من الانواع التي يعني يسخرون بها بعض الاحيان، او تجد من يسخر بها انه ما في وعي بمفهومها. نعم طيب. إيه نعم، هم ما فهموا المفهوم الصحيح للتخطيط. يعني يمكن القول في نهاية الحديث دكتور أن وجود خطة يعني احتمالية أكبر للنجاح، وعلى النقيض عدم وجود خطة هو احتمالية أكبر إلى الفشل. الله يبعد الفشل عن الجميع، اللهم آمين، ويحقق للجميع تطلعاتهم وأيضا أحلامهم. شكرا جزيلا لك الدكتور عارف السحامي، وأنت المهتم بشؤون الأسرة وعضو هيئة التدريس بجامعة حائل. يعطيك العافية دكتور. موفق.